ازيكم يا جدعان؟ وحشتوني جدا جدا جدا. وصل الواحد الحمد لله ظبط جدوله. فالمهم دلوقتي المفروض اجهز حاجاتي. بصوا يا جدعان، بيروح محاضرات يعني احسن له يجيب مثلا كشكول زي ده. تمام، الشنطة جهزت، فالمفروض بقى نبدأ نلبس الكوتشي. يلا كده تمام، يلا بينا بقى نروح نستنى الباص. كده وصلنا للجامعة، المفروض دلوقتي بقى المحاضرة بتاعتي لسه بدري، هشوف أي حتة فاضية عشان عايز آكل وبعد كده نقعد نشوف هنعمل إيه بقى. سامعين يا جماعة؟ الجامعة رايقة. احنا حاليا دلوقتي هنروح لمبنى علوم. هو للاسف انا كنت قاعد وكنت الدنيا زي الفل، بس كان في محاضرة تشتغل اللي هو كنت بلعب خلاص، كنت اكسب الدور، بس يلا حصل خير. وطبعا اليوم ده بيبقى على طول الجامعة فيه فاضية، اوكي نغير الروتين، اخدكم افرجكم على القاعة عاملة ازاي، اللي بياخد فيها المحاضرة واللي بياخد فيها اللاب عاملة ازاي، فتعالوا افرجكم عليها. مثلا قاعة زي دي اول ما بتدخل بتلاقي المكان عامل زي كده، بتلاقوا هنا اللي بتظبط فيها التكييف والحركات دي، وهنا بقى ايه احلى حاجة في البروجيكتور ده، وده المفروض واي فاي بس مش شغال، ولما ده بيشتغل الجهاز ده بيقلب السبورة دي تاتش، بيبقى فيه قلم غير القلم اللي هو اللي بيكتبوا بيه السبورة ده بيتعمل. بصوا الراجل جه شغالها دلوقتي، هو ايه المفروض كده احنا مثلا 700 سبسكرايبرز بس كده، هو ده المفروض اللي انتوا شفتوه اللاب.